ده الشيخ علي جمعة دلوقتي بيدلي بصوته أيضا في العملية الانتخابية للرئاسة المصرية 2024. فيها اختيار لقيادة البلد في المرحلة التي تمر بها مصر ويمر بها العالم كله. الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها مهمة جدا، ويجب على الشعب أن يشارك، يقول رأيه كما يشاء، ولكن لابد من المشاركة. أول أركان الديمقراطية هو المشاركة، ثم المسؤولية، ثم التداول، ثم الحرية. ولذلك المشاركة هذه هي أول خطوة، إذا صحت صح الطريق كله، وإذا فرطنا فيها حدث خلل كبير. ولذلك أنا بدعو الشعب المصري كله للمشاركة. المشاركة مش معناها أن يختار شخصا بعينه، المشاركة معناها الحشد الكبير لصناديق الانتخاب، وليأخذ كل واحد منا رأيه كما يقتنع به أو كما هو في ضميره لصالح بلده. عايز برضو اتحدث، شايف النهارده اقبال كبير جدا على الانتخابات، شفت الاقبال ده عامل ازاي من وجهه نظر؟ عاده في العالم كله الاقبال يزيد عن 25% في العالم كله، في امريكا وفي غيرها، ولما بيوصل الى 33% بيعتبروه انه نجاح باهر. اظن اننا قد كسرنا ال 40 و45% الى الان، ونحن في الصباح وفي البداية، واللجان فتحت منذ ساعة واحدة. فالشعب المصري شعب حضارة وشعب فاهم ما وراء الحدث. رسالتك ايه للشعب المصري في يوم زي ده؟ يلا بينا معا نبني بلدنا. شكرا شكرا لكم.